ابني انتو كدعاة الى الله مهيئين حالكم لهيك شغلة انه اذا واحد بزق بوشكم تتركوا الدعوة الى الله، واذا وطع على اعناقكم تتركوا الدعوة الى الله، اذا عمل مؤامرة رجموكم بالحجاب لما النبي ذهب الى الطائف تتركوا الدعوة، ما دخلوا مكة استعان بالمشركين بالمطعم ابن عدي، دخل بحمايته ليحقق الهدف الذي أرسله الله من أجله. هي اسمها الحكمة، احتمى بمشرك ظروفه هكذا تقضي. هذا من الفقه في الدين الذي كثير من الناس يعيبون على داعي إلى الله يلتقي مع مسؤول لمصلحة إسلامية، لعدم تربية المسلم التربية الصالحة. الأصول الجندي يكون مع القائد، ما بينتقد. الجندي مع القائد يمتثل، ما ينتقد، ما بيصدر أوامر، بيتلقى الأوامر. هلا صاير المسلم العامي بيجي بده يعلم الداعي إلى الله، بده يعلمه دينه. هذا ابني من الفوضى، و من جملة ما عم بيأخر سير الدعوة في تحقيق أهدافها في مجتمعنا.